لابو مسكر. طبعا سمعت كلام عليان وتحديه في بيت شعري. وش يقول؟ والله ما يحب يصدق عليان في كل الامور. الثاني أيوة. شو؟ وش طيب الثاني؟ الثاني انت تعرف خويك يغمض وينسى، لكن لكن ابدع له بيت، رد عليه. والله ما حد يشبق عليان في كل الامور رشاد، لكن ريح يا رفيقي والوعد في الخاتمه. واضح صراحه يعني في بطء فريق ابو مسفر، لكن واضح هو يقول ان واثق الخطوه. هذا يسمى ثقه. هذه الثقه احسنت. بس واضح ان المساعد شوي في نوم. هذا ما نمت البارح يا قبل. طيب لماذا يعني كذا كانك متوحد؟ بس الله يطول. يعني انت سلمت القياده. نعم القياده مطلقه. نعم جزاك الله خير. جزاك الله خير. لكن اشوف الفريق الثاني متحمس جدا. ما ينظف بس. لا لا متعاونين جدا. يلا يلا شباب طموح ان شاء الله. الله يوفقك. أحسنت. هذه الخطوة الأولى ها؟ ما شاء الله. الحين إيش قاعد تسوي؟ اشرح لنا. اسمع الرد. تفضل. رد عليك. خليه يحمس وتعال معاي رد. الآن إيش قاعد يسوي عليان؟ كنترول عطنا الكاميرا على عليان. يعني انت سلقتها شوي؟ سلقتها عشان اسرع. يعني اسرع؟ اي حلو. هذه من الخبرات اللي اكتسبتها. هذه اكتسبت الخبره. لا صرت جوعان مره ابغى اكل بسرعه. تفضل رجع راسك شوي عشان تبين. ايوه يعني هو سلق المكرونيا عشان اسرع تنضج في القدر الكاتم اسرع. ما شاء الله المساعد عندك متمرس محترف، واضح انه محترف في التنظيم. طيب مظبوط. الان نسمع رد ابو مسفر عندما عليان اعلن التحدي ببيت شعري. جاهز الرد يا ابو مسفر؟ جاهز. تفضل. يقول يجوز هرج بدون دين الله يوليك الدبور. الله اكبر. قدر الضغط مكتوم ويظل خصم حتى كاتم. الله سمعته؟ سمعته راح يكتمك في قدر الضغط. هذا رد ابو مسفر. قلت استخدم ملاعق كثير. اسمع الرد مره ثانيه، اعطينا الرد يا ابو مسفر لهند. يقول يجوز هرج بدون دين الله يوليك الدبور، قدر الضغط مكتوم ويظل خصم حتى كاتمه. ها سمعت؟ سمعت الرد؟ الله يوفقك ان شاء الله في الرد. راح ننتقل الى انس. واضح ان انس متمرس في حمص. كاميرا على الفريق، فريق ابو مسفر. واضح انه فريق عليان جاهز يعني نص جهوزيه ان شاء الله. عندك رد؟ ايه بس دقيقه خلينا نشوف الكاميرا. ما شاء الله هذه حمستكم. إيه نعم جميله طبعا. حمستكم صراحه. الله يعطيك العافيه. الله يوفقك. ابغى اجيب شوي. باقي طيب باقي الطماط. طبعا تقطعون الطماط. وخر راسك شوي. اي بس كذا. ليش تضحك؟ والله ما انت متعود اني مقدم. كم باقي دقيقه؟ متعود. كم باقي يا كنترول دقيقه؟ باقي لكم 28 دقيقة في وقت. اي حسنة حسنة. يلا عطنا الرد. انا نقول انا جمان يدور والدنيا تدور. سلام يا سلام. القفة الثانية شنو؟ آتمة. 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 خاتمة. خاتمة. رد. الرجال خلص. لا يا عمر. مقع. ترى رفيقك يا عميل الخير ما قد فاتته. الله اكبر. الان انس قاعد يحمس البصل. بسم الله عليه. كم لك سنه وانت متحمس؟
ست سبع يعني عندك خبرة كافية بحيث انك تحمس البصل. إيه نعم. ما شاء الله عليك شاب طموح، واتمنى لك المراكز الاولى ان شاء الله. ما شاء الله عليك، واضح انكم متمرسين، ما يهمكم الوقت لان عندكم ثقة ان شاء الله. يعني انا شوف، يعني شوف انا صراحة انا بقول نصيحة يعني خلاص اكثر الدرجات وش عليه؟ نعم على الطعم. على الطعم نعم، لذلك اجتهد على الطعم. الوقت عايز 6 أيام ان شاء الله راح نخلص قبله ان شاء الله، راح تخلصون وقته طبعا. عندكم نعيد ها توزيع الدرجات الطعم. طال عمركم في طبقكم الاصعب هو 1200 نقطة، والنظافة يا شباب يا شباب يا ابو مسفر، النظافة عندكم ترى من 600 نقطة مهمة. لا كلها ايه، بحيث النظافة عند فريق عليان 400 نقطة والطعم 800 نقطة، فيعني اهتموا في الطعم ان شاء الله والله يوفقكم. انا اطالب الاعداد انهم يوفرون مطبخ اقصر شوي، ولا يجيبون مركه، ولا يجيبون مركه. يبغى لي ما شاء الله ما شاء الله، ترى الكاميرا معاكم الان تصور خمستكم، يعني يا ليت توضحونها. الان بدا يضيف لحم المفروم الشيخ ابو مسفر، بس رجعوا روسكم للخلف شويه يا شباب. ابشر يعني تعال على جنب يا ابو.